ايام جميله، ايام سعيده بيعيشها جمهور نادي الزمالك، مش بس على مستوى ان انت خدت الدوري وخدت الكاس، بعد كده تعاقد مع اكتر من لاعب، ايوه الوردي وابراهيم انضاي واحمد ايمن منصور ورجوع المعارين مروان حمدي واكتر من لاعب، فيرارا اكيد بياخد بيهم قرارات، ثم الاعلان عن تجديد لزيزو ثلاث زيزو سنين واللي حصل في دراما التجديد يعني، وانه ازاي بيتعرض لاغراءات ماليه وماديه. اعتقد ان جماهير نادي الزمالك عايشه حاله يا كابتن حماده. طبعا جماهير الزمالك عايشه حاله سعيده، ودايما عايز تبحث على اسباب النجاح. دايما الاداره ما بتكون ناجحه وعندها ملفات وعارفه هي بتعمل ايه في الملفات دي، فبتنجح. من بقى استخدام لعيبه اجانب، من اللي انت فيه لعيب مثلا مش عايز يقعد في نادي الزمالك تقول له خلاص امشي، لان نادي الزمالك اكبر من اي حد، من كيفيه التعامل، العلاقه اللي بين المدير الفني وبين الاداره، المستشار مرتضى مثلا مستر فيريرا وامير مرتضى منصور، فهي منظومه. فهتقع منك حاجه مش هتنجح، لكن السنه دي هي كامله. يعني الاداره عارفه شغلها، رئيس النادي المستشار مرتضى والمجلس كله عارفين هم بيعملوا ايه ومخططين لايه، فيريرا عارف شغله الفني ايه، امير مرتضى اللي هو المشرف العام على الكوره اللي انا بحييه عارف شغله الاداري. كل واحد بص عنده ملف ما بيدخلش فيما لا يعنيه. طبعا في هيد اللي هو مجلس الاداره والمستشار مرتضى، ده رئيس النادي، اما بتحصل اي مشكله اكيد طبعا الناس بتروح لرئيس النادي، لكن الحمد لله في تفاهم فما حصلش مشاكل. زمان كان بيحصل شويه مشاكل، لكن دلوقتي السفينه ماشيه. ليه؟ دايما حسن التخطيط، دايما الاداره الناجحه، دايما جبت مدير فني. ما انت مش هتكسب برضك لو عندك اداره ناجحه لوحديها، لازم عندك مدير فني كفء زي مستر فيريرا، لازم عندك مشرف مع الكوره، لازم عندك لعيبه، واهم من كده طبعا الجمهور. عشان كده نادي الزمالك بيكسب. يعني ناس كتير بتخوفها من ماتش الهلال مثلا السعودي، فانا بقول لهم لا، طول ما انت منظم، طول ما انت عندك تخطيط جيد، طول ما كل واحد عارف دوره ايه، مش هت يعني مش هتفشل او مش هتنجح. طب هي اسباب التخوف يا كابتن؟ يعني ليه بعض الجماهير خايف؟ هل مثلا من قايمه سوبر، قايمه قويه جدا؟ طبعا لعيبه الزمالك لعيبه سوبر، لعيبه جامده جدا. طبعًا. لعيبه الهلال في نجوم محترفين كتير، يعني هل هو ده السبب الاصلي؟ هل هو ان الهلال بدنيا او فنيا اجهز شويه عشان بداوا الدوري؟ هو ده الموضوع بقى. يمكن ده الموضوع اللي انا عندي تخوف منه شويه، لان احنا نادي الزمالك لسه بادئ من يومين او ثلاث ايام تدريب بعد اجازه 10 ايام. الهلال لعب ماتشين او ثلاثه في الدوري، والهلال طبعا زعيم الانديه هناك ونادي كبير طبعا وجماهيريه وبطل، وانا بحيي نادي الهلال، لان يعني ايه كنت بحب زمان اتفرج على لعيبه الهلال، كان بيعجبني يوسف السنيان، كان لعيب مميز قوي، كنت بحب اتفرج عليه جدا، وكان طريقه لعبه شبهي كده. شبهك؟ شبهي في طريقه، كنت احب اتفرج على يوسف السنيان قوي زمان. ده لعيب رهيب. فالهلال فالهلال كان هو الزعيم بعد كده، سامي الجابر وسامي الجابر بقى والقحطاني، لا يعني حدث ولا حرج يعني. والهلال طبعا اكبر نادي في السعوديه، فطبعا الهلال زعيم والزمالك ملكي طبعا، الفرقتين كبار قوي، هنستمتع بكره حلوه. بس انا اللي قلقني اللي احنا لسه بادئين من يومين ثلاثه، فالمستوى البدني عندنا هيبقى قليل شويه. هل مستر فيريرا هيكون عنده الحل زي ما كان عنده حلول قبل كده؟ انا اثق. خلي بالك قدامه دماغ ثانيه، رامون دياز. ما انا لسه هحكي لك. فقدامه هل هيبقى عنده حلول؟ انا اثق في قدره مستر فيريرا على الحلول اللي عنده، وان هو هيقدر يعمل تشكيل كويس وتكتيك كويس، وعنده زي ما انت بتقول الناحيه الثانيه رامون دياز طبعا مدرب ونجم الارجنتين السابق والمهاجم برضك، واخد بيهم بطولات كتير طبعا، وجي مسك بيراميدز بس ما عادش كتير يعني التجربه بتاعته، بس هو عارف الكره المصريه يعني، اكيد فهم يعني الدنيا ماشيه ازاي. فطبعا هي هتبقى ايه، مباراه حلوه من كل الوجوه، يعني مثلا مباراه تكتيكيه من اثنين مدربين كبار مستر فيريرا ورامون دياز، مباراه حلوه بين الجماهير، هتلاقي جماهير الزمالك موجوده كالعاده في قطر، وجماهير هتيجي من السعوديه، فهو اليوم حلو. لازم نشكر برضو دوله قطر عليه، وامير قطر طبعا، والمسؤولين عن الرياضه كلهم في دوله قطر بنشكرهم على اليوم دوت، ان فريقين كبار هيلعبوا بعض. لكن هو التخوف عندي النواحي البدنيه شويه. خليكم حددوا الفريقين من قبل ما يحسم الدوري هنا وهنا. أيوة. او قال لك بطل الدوري السعودي، طبعا شعبيه والكره السعوديه والدوري السعودي القوي جدا، وبطل الدوري المصري كان في منافسه الزمالك وبيراميدز والاهلي. هو ايه، هيبقى يوم حلو وماتش حلو وجماهير، ولاعيبه هنا مميزه ولاعيبه هنا مميزه، 80,000 على فكره التذاكر خلصت، ومدير فني هنا متميز ومدير فني هنا متميز. يوم سعيد، انا طبعا كزملكاوي اتمنى طبعا نادي الزمالك يكسب.